هو هل بالفعل قد ظهر دين الله على الدين كله؟ منذ بعث الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، فهل قد تحقق هذا الوعد وظهر دين الإسلام على الدين كله، فأصبح الإسلام هو الذي يغطي كل الكرة الأرضية؟ هل تحقق هذا؟ حينما نراجع الوثائق التاريخية وكتب التاريخ ونقرأ، يثبت لنا أن هذا الشيء لم يتحقق في طول التاريخ. في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظهر دين الإسلام في 9 بلد. استطاع رسول الله بجهاده وكفاحه وفتوحاته أن يصل بهذا الدين إلى 9 دول، وامتدت هذه الفتوحات وظهور هذا الدين ما بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام إلى 50 دولة من الدول التي نحن نعيشها اليوم كدول إسلامية. في تلك الفترة هذه الدول المتقطعة اليوم كانت دولة واحدة وحاكمها علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع ذلك بقيت بقاع كثيرة يحكمها الدين المزيف، الدين الخالي من الهداية. إذن الإسلام وهو دين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحصل على هذه السيطرة الكاملة على كل أديان البشر وتحويل تلك الأديان المزيفة إلى دين الهداية، لم يتحقق هذا. متى سيتحقق؟ أم أن الآية مجرد وعد من غير تنفيذ؟ لا يمكن أن يكون هذا الثاني. وعد بلا تنفيذ مستحيل. الله سبحانه وتعالى أن يعد بظهور هذا الدين على الدين كله ولا يتحقق هذا على أرض الواقع، وكأن الله سبحانه وتعالى يعطي وعدا ولا يستطيع تنفيذه، صح؟ أبدا لا يصح ذلك. إذن ينحصر الأمر في زاوية واحدة، وتلك هي أن هذا الدين الذي لم يظهر على الدين كله ويجب أن يظهر لوعد الله عز وجل سيكون بقيادة رجل يحقق هذا الهدف، وهذا الرجل لا يكون أحد سوى حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو خاتم الأوصياء. الأوصياء 12، فهو خاتمهم. الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك المفسرون وفي مقدمتهم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما يتحدثون حول هذه الآية يشيرون مباشرة إلى
الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.